أكدت تقارير إعلامية فرنسية أن الدولي المغربي سفيان بوفال مهاجم أونجي سيخضع لجراحة على مستوى ركبته اليسرى ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة وقد تصل إلى حد غيابه عن كأس العالم في قطر. وكان بوفال قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الدقيقة العاشرة ضمن الجولة 33 من الدوري واضطر إلى مغادرة المباراة. وكان بوفال من أبرز عناصر المنتخب المغربي في كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون ومن اللاعبين الموهوبين المعول عليهم في كأس العالم المقبلة في قطر.